لو الحكاية فيها إن فيتو مدير النادي عايز اعرف انا اتعامل مع مين. ثلاث مرشحين محترمين جوه قدموا والناس بتقابل بكل احترام. في كراسه اهي، في اله، والصحفيين كلهم موجود. هنقعد كل شويه نعمل شو؟ ما بحبش كده. هو ده الاستقبال للاعضاء؟ هو ده استقبال مهندس ضرر جاي كتير؟ ما ينفعش حد يبقى جاي مترشح الاعضاء موجود معايا في ضغط النادي يقول ده مش مكان محترم. الاهلي والصيد معلش خلاص. انا هاجي خالص.